بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أرحب بحضراتكم السادة الإعلاميين والقنوات المتنوعة اللي بتغطي النهاردة وجود شارع الصحة في فعاليات مهرجان العالمين النسخة الثانية. الحقيقة هذا المهرجان اللي بدأ السنة اللي فاتت ليه طابع خاص هذا العام في وجود إدارة ووجود رعاية من المتحدة للخدمات الإعلامية، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اللي الحقيقة ارتأت أن هذا العام يكون مهرجان متنوع في بعد ثقافي، في بعد خدمي، وفي بعد اقتصادي واستثماري، بالإضافة طبعا إلى البعد الترفيهي، وهو بعد مهم جدا لأن احنا بنتكلم على مدينة العالمين الجديدة في أزهى صورة ليها، وإحنا شفناها وشفنا حجم المترددين على هذه المدينة والتطور اللي بيحصل سنة بعد سنة. إحنا موجودين في وزارة الصحة والسكان ومشتركين في هذا المهرجان عشان نقدم خدمات من خلال إدارات المختلفة من الوزارة، خدمات علاجية من خلال تواجد القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة، أيضا بنقدم كل الخدمات الصحية المتعلقة بالمبادرات الرئاسية علشان تفيد كل المترددين على المهرجان، مش بس على المهرجان الحقيقة، لكن كل الموجودين من أول اسكندرية لحد مرسى مطروح. بنقدم أيضا دعم وتسقيف صحي لكل ما يحتاجه المترددين. كل الخدمات اللي بنقدمها سواء خدمات علاجية أو خدمات وقائية بتقدم بالمجان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. محافظة مرسى مطروح واهتمامنا بيها زي محافظات كل الجمهورية الحقيقة، لأن احنا معنيين بمنظومة التأمين الصحي الشامل اللي بنتوسع فيها بعد ما بدأنا في 6 محافظات. محافظة مرسى مطروح ومحافظة مطروح من المحافظات المؤهلة للمرحلة الثانية، وبالتالي تطوير المنشآت الصحية في محافظة مطروح شيء هام جدا، واحنا اشتغلنا الحقيقة من أول مطروح العام وسيدي براني المركزي، مستشفى السلوم المركزي، مستشفى النجيلة المركزي، مستشفى رأس الحكمة، ومستشفى الضبعة، ومستشفى العالمين، ومستشفى الحمام المركزي. حجم كبير جدا من الخدمات الصحية مقدمة لأهالي محافظة مرسى مطروح، مش فقط في مجال وقت العطلات الصيفية ولكن على مدار العام. وزي ما بنقول احنا بنستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل زي ما بدأنا في 6 محافظات في المرحلة الأولى، داخلين في محافظة مطروح، محافظة شمال سيناء، ومحافظة دمياط، ومحافظة كفر الشيخ، ومحافظة المنيا في المرحلة الثانية، عشان نقدر نقدم لأهالينا برنامج التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي. الواقع في هذا العام مع وجودنا في شارع الصحة ان احنا هنبقى متواجدين على مدار فترة المهرجان لحد 30 أغسطس. هننتقل من أماكن مختلفة على خط طول الساحل من أول اسكندرية لحد مرسى مطروح عشان نقدم لأهالينا وللمصطفين اللي بيبقوا موجودين بما يقرب من 3-4 مليون مواطن بيترددوا على هذا الساحل خلال فترة الأجازة الصيفية. الحقيقة احنا مش واقفين عند كده بس، لكن في نفس التوقيت احنا بنشتغل من خلال وزارة الصحة والسكان في كل محافظات مصر. يمكن 1219 مشروع بدأوا في تطوير المنشآت الصحية سواء إنشاء جديد أو تطوير أو رفع كفاءة في كل محافظات الجمهورية، 27 محافظة من 2014 للنهاردة، ما يقرب من 177 مليار جنيه في نطاق تطوير الخدمات الصحية فقط. مش واقفين عند محافظات بعينها، ولكن مع نهاية سنة 24 احنا إن شاء الله ننتهي ب 20 مشروع يضافوا في محافظات زي أسيوط وإنا وسوهاج والغربية وجنوب سيناء. رايحين أيضا في سنة 25-26 في أكثر من 53 منشأة صحية ننتهي فيهم من 26 محافظة. وخطة العمل اللي تقدمت بها الحكومة إلى مجلس النواب الموقر وتم مناقشة الوزراء في البرامج التنفيذية خلال الفترة القادمة، كل دي خدمات صحية سواء في القطاع العلاجي أو قطاع وحدات الرعاية الأساسية وتطويرها، أو قطاع الميكنة، أو تطوير والتوسع في مجال
الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية. وطبعا ما ننساش دور مهم جدا لقطاع السكان وتنمية الأسرة في قضية السكانية، لأن احنا معنيين قوي كمان في الفترة القادمة باقتحام هذه القضية بالإضافة إلى زمايلنا في كل الوزارات. هذا فيما يخص وزارة الصحة والسكان، لكن انتظرونا في الفترة القادمة القريبة من خلال أيضا مهرجان العالمين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن احنا هنطلق 100 يوم صحة للعام الثاني على التوالي. ومن خلال 100 يوم صحة احنا الحقيقة قدرنا نصل إلى أكثر من 35 مليون مواطن في العام الأول، وإن شاء الله يطلق في خلال الأيام القليلة القادمة من مهرجان العالمين، حتى تبدأ القوافل وتبدأ الخدمات الخاصة ب 100 يوم صحة في كل محافظات مصر. كمان انتظرونا وإحنا في منتصف الشهر القادم إن شاء الله لإعلان الاستراتيجية الخاصة بالتنمية البشرية ودعم رأس المال البشري من خلال تكليف سيادة الرئيس لوضع خطة كاملة على مستوى كل الوزارات المعنية ببناء الإنسان والدعم الخاص بالتنمية البشرية. مرة تانية بشكر مجلس إدارة والسيد العضو المنتدب أستاذ عمرو الفقي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأيضا مديرة التخطيط ومديرين التنفيذيين على تنظيم هذا العمل المتميز المتنوع الذي يتناسب مع كافة الاحتياجات وكافة التوقعات فيما يخص التنمية الاقتصادية والتنمية الاستثمارية والتنمية الثقافية والتنمية الصحية، أيضا بالإضافة إلى التنمية السياحية. وضع الهيئة الحقيقة والشركة المتحدة لهذا المكان على الخريطة العالمية والخريطة السياحية العالمية من خلال حضراتكم والتغطية الإعلامية المتميزة بينمي في هذه المجتمعات الجديدة اللي الدولة تبنتها في أكثر من 19 و20 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، والغرض منها هو تنمية والخروج بره الوادي الضيق وتنمية اقتصادية وعمرانية وصناعية في كافة أرجاء الجمهورية. أشكر كل القائمين على هذا العمل، وانتظرونا إن شاء الله الأسابيع القليلة القادمة في كثير من الإنجازات وأيضا كثير من الفعاليات في خلال مهرجان العالمين ونسخته الثانية. أشكركم، شكرا جزيلا.